sistema, tra la nostra sala e la barca, la sala e la sistema. Sta bene. بعد الوعظة اللي قلنا إياها مطران يوسف الثقافة المسيحية ما بعتقد في واحد يزيد أي شيء. إذا خلينا نحكي شيء أنا عم بصبره هو سؤال كل واحد بيطرحه على نفسه منا بس يوجد حاله على مفترق طرق بهالحياة. وللأسف بالكم سنة اللي مضيوا صار في عندنا عدة مفترقات للطرق بالعائلة عندنا بالأخص من عمي يوسف لعمه فرام لبي حنا حنوش لعمتي واليوم أنا بسمي عمو صبري بهذه المفترق الطرق اللي تعلمته انا انه نطرح على حالنا السؤال من وين نحن جايين؟ وين نحن اليوم؟ ولوين نحن رايحين؟ الاول سؤال من وين نحن جايين؟ الكل بيعرفوا من نحن جايين نحن من تاريخ العنفوان والبطولة يلي هي المنطقة اللي كنا فيها بتركيا يلي حضارتها ما بتتوقف على الحرب العالمية الأولى ولا الثانية ولا حصار غزة بتتوقف على 5000 سنة ثقافة موجودة بدمنا يلي حملوها جدودنا مع كل الظروف يلي واجهوها ويلي حملونا معه وجابونا على المناطق يلي ممكن نقدر نعيش الثقافة تبعيتنا بالطريقة يلي هي مفروض تكون بالاحترام الكامل لقيمة الإنسان ولمعطياته ولتقاليده. قصتي مع عمو صبرو قصة خاصة جدا. الله عطاني الفرصة إنه أشوفه الصيف الماضي. وعدنا سوا. وعد ذكرني بلما كنت عمري سنة وسنتين وثلاث سنين كنت بآسف. وعد ذكرني وقعدنا نحكي مع بعضنا. اللي عمله ويلي هو مثل ما قال ابونا يوسف او دران يوسف الرجال ثلاثة انا بستغرب من الكلام اللي حكيته رجال تقول ولا تفعل رجال تقول وتفعل ورجال تفعل ولا تقول اللي بقي بذاكرتي من عمو صبرو انه هو من تالي جنس من الرجال الذين يفعلون ولا يقولون ومثل ما بيقول المثل وهم افضلهم. ما حدا بيعرف المساعدة اللي قدمها عمو صبرو لستي مريم لانه الكل بيعرف انه جدي توفى وكان بي عمره 9 سنين وكانت ايام صعبه كان يقدم بدون ما يطلب اي حساب ولا بحياته طلب اي حساب هيدا هو التواضع يلي الواحد ما ممكن الا يحترمه بنى عائله مسيحية قبل كل شيء تحترم تقاليدنا شو
وبتزرع بهالارض المبادئ يلي كبرنا عليها والحضاره اللي جايين منها ويلي هي بتكون لازم تكون فخر لكل واحد. لانه قيمه الانسان هي بحضاره مش باليوم شو عم بيتعلم ولا ما عم يتعلم. اللي ما بيعرف حاله من وين جاي ما بيعرف حاله لوين راح يكون رايح. جينا اليوم كلياتنا بهالبلاد بلاد الاختراع اللي سميناها بلاد الاختراع، بس بالنتيجه اذا واحد بيسال حاله شو هو الوطن؟ الوطن بالنسبه له هو ببلش بالبيت، لانه الانسان اول شغله عملها من الاف السنين انه يركز حاله بمحل يعتبر فيه انه هو مستقر ومهني. فبلش ببيت، وبعدين اللي صاروا بيتين وثلاثه، وبعدين سميناه حدود وسميناه وطن، الكل بيشاركوا فيه تقاليد متفقين عليها. نحن هون قديش واحد قلبه كبير لما بيشوف قديشنا هون نحن هالكنيسة، وقديش عم نحضر لجيال جاي. وهون اللي أهم هو إنه كل واحد منا يعتبره واجب مقدس إنه أطفالنا يلي بدهم يربوا بالقرن ال21 ياخذوا معهم التراث تبعهم، وهالتراث يكون هم يلي يرتكزوا عليه. بهالموقف هيدا بنقول أهم شيء ممكن وأهم هدية ممكن نقدمها لأهلنا يلي سبقونا لعند الرب. أما صبره أنا ما بعرف شو بدي أقول لك. بقيت قلت لك تتذكر، قلت لك صارت حاسة بقلبي. ما شفتها لعبة. بس ربنا بده إنه على القليل أشوفك. وشفتك. واليوم جاي يقدروا منك. أنت هذا اللي فوق. إنك تسلمني عليهم كلهم وتقول لهم انه نحن مستحيل الوعد اللي ممكن اقدم لك اياه انه الحضاره اللي جبتونا اياها وعلمتونا فيها نكملها بكل قوتنا وبمحبه ونكون مثل تفتخروا فينا فيه من فوق. هيدا كل اللي فيني اقول لك اليوم، اني بحبكم كلكم. شكرا. نحن عفوا